السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تنفعنا بها في الدنيا والآخرة. كل سنة وحضراتكم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعلى أمتنا وعلى وطننا الأيام بالأمن والأمان والإيمان والسلامة والإسلام والعافية والبر والصلة والفضل من الله سبحانه وتعالى. السؤال اللي بيتكرر معانا في كل موسم هو صلاة العيد ازاي؟ صلاة العيد في ظل الظروف العادية كنا بنصليها في الساحات وفي المساجد، وكنا بنحاول نتعلم ما يتعلق بها من الزمان والمكان والهيئة إلى آخره. لكن في ظل أزمة كورونا السؤال زاد، هو احنا صلاة العيد هنصليها ازاي؟ صلاة العيد في البيت مش هتختلف في كثير ولا في قليل عن صلاتك في المسجد أو في الساحة. من ناحية الوقت أو من ناحية الكيفية أو من ناحية التكبيرات أو من ناحية القراءة أو من ناحية الجماعة، كل ده هنقوله إن شاء الله بالتفصيل. فيما يتعلق بموعد صلاة العيد، فيشرع لك أن تصلي صلاة العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة، يعني بعد ما تعرف أن بكرة أول يوم من شوال ويعلن فيه الإعلان الرسمي أن بكرة هو عيد الفطر، يبقى خلاص هتصلي بعد شروق الشمس بثلث ساعة لغاية قبل الظهر بثلث ساعة، ده الوقت الشرعي لصلاة العيد. طب تصليها كم ركعة؟ أصليها ركعتين مش أكتر من كده، ركعتين. طيب أقرأ فيها بالركعتين دول أقرأ بإيه؟ والله أقرأ، لو حابب تقرأ بالوارد أقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية تقرأ بالفاتحة وسورة الغاشية. طب لو أنا مش حافظ لا سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى ولا سورة الغاشية اللي هي هل أتاك حديث الغاشية، لو مش حافظهم؟ والله لو مش حافظهم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. طيب هل في هيئة زائدة في الصلاة بتاعتنا؟ لا مفيش هيئة ولا حاجة، احنا عندنا تكبيرات مختلفة في الصلاة، في تكبيرة اسمها تكبيرة الإحرام، وفي تكبير اسمه تكبير الانتقال، دول موجودين في الصلوات احنا عارفينهم. تكبيرة الإحرام اللي هي التكبيرة الأولى في الصلاة، وتكبيرات الانتقال اللي هي التكبيرات بعد كده، إنما في تكبيرات اسمها التكبيرات الزوائد. تكبيرات الزوائد دي اللي هي إيه؟ إنه بعد حضرتك ما تكبر التكبيرة الأولى بتاعت الإحرام بتكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، يعني قبل ما تبدأ في سورة الفاتحة بتكبر 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام بتكبر 5 تكبيرات قبل القراءة. يبقى دي اسمها تكبيرات الايه؟ تكبيرات الزوائد. يعني ايه؟ اقول من تاني عشان يتاكدوا عندنا. 7 تكبيرات بعد تكبيره الاحرام قبل القراءه في الركعه الاولى، و5 تكبيرات بعد تكبيره القيام في الركعه الثانيه. طب ايه السر في حكايه التكبير؟ حكايه انك تملا قلبك تكبيرا لله وتعظيما لله وشكر لله سبحانه وتعالى على انه وفقك لنعمه الصيام ونعمه رمضان ونعمه القيام. طيب هل ينفع اصليها لوحدي ولا اصليها جماعه؟ والله حضرتك بالخيار. لو عندك صلاة جماعة عايز تصليها جماعة مع أهل بيتك زوجتك وولادك مفيش فيها مشكلة، عايز تصليها لوحدك برضو مفيش فيها مشكلة. طيب هل شرط ان انا اخطب خطبة في الصلاة دي ولا اصليها في البيت من غير خطبة؟ لا، احنا بنصليها قضاء. يعني ايه قضاء؟ يعني انا المفترض انها فاتتني بسبب ازمة كورونا فانا بقضيها في البيت، فاللي بيقضي صلاة العيد بيقضيها من غير خطبة. طيب اذا صلاة العيد قلناها ومكانها زمانها كيفيتها كل الحاجات اللي فيها، نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم ويعيد علينا وعليكم الايام بالامن والايمان والسلامة والاسلام، ويا رب يجعل بكرة احلى من النهاردة، وان شاء الله امتنا ان شاء الله في خير، وبلدنا ان شاء الله تكون سعيدة ومطمنة.